أهلا بيكم، يا رب تكونوا كلكم بخير وتكونوا المحاضرتين اللي فاتوا فهمتوهم ووصلوا بسهولة. احنا النهاردة هنكمل إن شاء الله المحاضرة بتاعة البيولوجيكال كونسيدريشنز اللي هي من وجهة نظر جراحية، أو يعني من وجهة نظر بتاعتي كجراحة. يعني احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على وقلنا البيولوجيكال كونسيدريشنز دي هيتم تغطيتها في النقط اللي هي الإيمرجنس بروفايل. يعني إيه إيمرجنس بروفايل؟ وبعدين البيولوجيكال ويتس، اتكلمنا على الايدنشنز بون لوس، اتكلمنا على الكلينيكال تايبس اوف بون، وبعدين ابتدينا نتكلم على الاوسيو انتجريشن. وقلنا ان الاوسيو انتجريشن ده اكوردنج للامار كان ان الامبلنت اللي محطوط عليها لود تبقى في كونتينيوس او كونتاكت، دايركت كونتاكت ما بينها وما بين البون، زي ما انتم شايفين هنا كده في الصوره دي، دايركت كونتاكت ما بينها وما بين البون على اللايت ماكروسكوبيك ليفل. واتفقنا انه صحيح هنا في اريا اوف فويد اهو، زي ما انتم شايفين انه، وهنا في برضو اريا اوف فويد اهو، انه مش كل السيرفيس بيبقى عليه دايركت كونتاكت، وانه ده بيعتمد على انه المايكرو وستراكشر بتاع الامبلنت اللي انا اخترتها. قلنا حاجه تانية، اتكلمنا على انواع الاوسيو انتجريشن، واتفقنا انه بعد كده بقى في حاجه اسمها بايو انتجريشن، وفي حاجه اسمها كيميكال انتجريشن، وفي حاجه اسمها ميكانيكال انتجريشن اللي هو بتدينا البرايمري ستابيليتي. بعد كده اتكلمنا على البرايمر الكريتيريا اوف امبلانت سكسس، وقرينا مع بعض ريفيو اوف ليترتشر كده بيتكلم على الكريتيريا اوف امبلانت سكسس، واتفقنا ان ده اتعمل علشان الاوسيو انتجريشن ده هيستولوجيكال تيرم، وبالتالي ما ينفعش اننا ناخده از تريتمنت او از تيرم نتاكد منه الامبلانت دي سكسسفول ولا لا. وقلنا ان ده بالتالي هو الناس والعلماء ابتدوا يفكروا ازاي نتاكد الامبلانت دي هيلد تماما ولا لا، فابتدوا يحطوا لنا شروط لو تحققت في الامبلانت يبقى اذا هذه الامبلانت سكسسفول، اللي بنسميها بين قوسين اوسيو انتجريت. واتفقنا مؤخرا على انه في 4 شروط لو تحققوا يبقى الامبلانت دي سكسسفول او اوسيو انتجريتد، ان هي تبقى اي موبايل وانتستد، يبقى ما فيش اي نوع من انواع البري امبلانت ديلوسنسي، تبقى فيها ادكوت ويتس اوف اتاتش جينجيفا، وما يبقاش فيها اي نوع من انواع الكلينيكال سيمتومز او ساينز سواء اوف انفكشن او نامنس او اي نوع من انواع الكومبلين. طيب بعد كده قلنا ان في فاكتورز بتأفكت الاوسيو انتجريشن، زي ما قلنا في فاكتورز ريليتد للعيان، فاكتورز ريليتد للامبلانت، فاكتورز ريليتد للتكنيك، وفاكتورز ريليتد للسيرجن، ده اللي وقفنا عنده المره اللي فاتت. وانتهت المحاضره على كده، يعني كنت طولت عليكم جدا. طيب احنا النهارده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الفسيولوجي اوف اوسيو انتجريشن. فسيولوجي يعني ازاي بيتم الاوسيو انتجريشن. الاوسيو انتجريشن الحقيقه اللي هو الدايركت كونتاكت ما بين الامبلانت والبون، هم لقوا انه بيتم زي اي هيلينج بروسيس او اي هيلينج استراتيجي، عباره عن 3 فيزز. فيز من الانفلاميشن اللي هو الجسم بيحاول بيعتبر ان فيه هنا تروما حصلت وعايز ينفليم عشان يشيل نتيجه التروما دي، يبقى في بلاد فيسلز جايه جديد، بيبقى في ماكروفاجز عشان بكل انواعها عشان تشيل الديستراكشن برودكتس، وبعدين نيولي فورمد بلاد فيسلز معاها اديما وسويلنج علشان يوش كل البرودكتس اللي موجوده. بعد كده يبقى في بروليفريتيف فيز اللي هو السيلز الجديده اللي بتطلع علشان تبتدي تفورم سيلز جديده في الاريا دي، حسب كل مكان اتعور بيبقى فيه سيلز جديده من المكان اللي اتعور ده عشان يهيل. ابيثيليوم يبقى فيه نيوري فورمد ابيثيليال سيلز، بون يبقى فيه اوستيوبروجينيتور سيلز. بعد كده ماتيوريشن فيز، ان السيلز الجديده اللي اتكونت دي تبتدي تماتيور، كل سيل تماتيور في الفيز بتاعتها. ده كده سكيم صغير انا عملته لك عشان تبقى متخيله انه هنا في اول حاجه في اول فيز اللي هي الهيموستيزز البليدنج ده، انه في اول مرحله بيبتدي الفيز اوف هيموستيزز عايز البليدنج يتوقف، دي بتاخد اورز، بعدين يبقى بلاد كلوت الى ان يحصل انفلاميشن بتاخد دايز، بعدين مرحله البروليفريشن بتاخد ويكس، مرحلة الماتيوريشن والريموديلنج بتاخد مانثز علشان بيتحول إلى عظم. طيب
الصورة دي متاخدة من هذه البيبر اللي موجودة هنا سنة 2020 حقيقة. ده نموذج للجاب هيلينج. يعني ايه جاب هيلينج؟ يعني لما بيتكون بلاد كلوت فيز 1، ده انا اول ما حطيت الامبلانت هنا في سبيس صغنن خالص مايكرونز ما بين السيرفيس بتاع الامبلانت وما بين البون، بيبتدي يتكون بلاد كلوت. البلاد كلوت دي بيتكون فيها بليتلتس، البليتلتس دي بتاجريجيت، وبعد ما البليتلتس دي بتتجمع بيبتدي بعد كده تروح مفرقعه. لما تفرقع تطلع اللي جوه البليتلت. ايه اللي جوه البليتلتس؟ حاجات علشان تنديوس بون فورم، تو انديوس فورميشن، اللي هم بون مورفوجينيك بروتينز وانسولين لايك انسولين لايك جروث فاكتورز وحاجات زي كده. طيب دول بيعملوا ايه؟ بت انديوس الستيم سيلز اللي موجوده في الدم علشان يتحولوا ايه؟ يتحولوا الى سيلز، يتحولوا الى بروجينيتور سيلز. طيب فيجي عندنا هنا كده في الصورة دي، تيجي من ناحية البون هنا كده، من ناحية البون زي ما انت شايف، الستيم سيلز تتحول الى اوستيوبروجينيتور سيلز اللي هي مين؟ اللي هي الاوستيوبلاستس. فتبتدي الاوستيوبلاستس تعمل اوستيويد تيشو وتبتدي تطلع اوستيويد تيشو في المسافة اللي من ناحية العظم الى ناحية الامبلانت، وهكذا تفضل ماشية من ناحية العظم إلى ناحية الإمبلانت، ويبتدي إلى أن تصل إلى ناحية الإمبلانت وتملى هذا الجاب الصغيرة جدا اللي هي عن طريق المايكرونز تعتبر. وده بيسموه جاب هيلينج، بيسموه جاب هيلينج. يبقى ده الفيز اللي هو الهيلينج عن طريق الجاب هيلينج. وده الهيلينج من ناحية العظم إلى ناحية الإمبلانت. ابتدى بايه؟ ابتدى بانفلاميشن، بعد كده ابتدى يبقى فيه بروليفريشن، بعد شويه الاوستيويد تيشو ده بيبتدي يحصل فيه ديبوزيشن اوف مينرالز، والمينرالز دي تاخد وقتها على بال ما تكالسيفاي اللي هي مرحله الماتيوريشن. طيب بعد كده احنا ابتدينا نعالج السيرفيس بتاع الامبلانت دي بمينرالز وماتيريالز بتخلي السيرفيس ده ليه افينيتي كبيره جدا للبلد، فمجرد ما نحط الامبلانت يبتدي البليتلتس هي كمان تاجريجيت على الامبلانت سيرفيس. فنقوم نقول لك الصوره دي متاخده من البيبر دي زي ما انت شايف كده. اول ما بنحط الامبلانت يبتدي يبقى فيه بلاد هو كمان ماسك على الامبلانت سيرفيس، فيبتدي يبقى فيه بليتلتس على الامبلانت سيرفيس وكمان في بليتلت اجريجيشن على البون سيرفيس. فنقوم نقول لك احنا هنا عندنا نفس الكونديشن اللي بيحصل من الناحيه دي بيحصل الناحيه دي، فيبتدي يبقى عندنا باي دايركشنال هيلينج، يعني هيلينج من ناحيه البون وهيلينج من ناحيه الامبلانت، ويبتدي يمشي الاوستيويد تيشو يتكون من ناحيه الامبلانت لناحيه البون، ويبتدي يتكون من ناحيه البون لناحيه الامبلانت، فبيسموه كونتاكت هيلينج او باي دايركشنال هيلينج. طبعا ده احسن بكتير قوي من الجاب هيلينج، عشان كده في شركات بتيجي تقول لك انا معالجه الامبلانت سيرفيس مايكرو ستراكشر بحاجات زي الكالسيوم هيدروكسيل ابيتايت والحاجات دي علشان نزود الهيلينج بتاعنا، فيبقى عندنا باي دايركشنال هيلينج. وفي شركات ما بتعملش، يبقى دي برضو من الافكار اللي عملوها في المايكرو ستراكشر. طيب بعد كده السيفتي زون، او فكره السيفتي زون من البيولوجيكال كونسيدريشنز. السيفتي زون طبعا احنا كلنا عرفناها دلوقتي بعد مرحله الكورونا واللي احنا عشناه مع بعضينا، انه بقى يقول لك خلي بيننا وبين بعضينا مسافه حد امان او سوشيال ديستانسنج، علشان دي المسافة اللي لما هنبعدها عن بعض اللي هو الفيروس مش هيقدر انه يعدينا، وكده نكيب سيف فروم ايتش اذرز. نفس الفكرة دي كانت موجودة الحقيقة كارل مش اول من اطلقها سنة 2008 لما بيبتدى يتكلم على انه لما بنعمل اكس راي علشان نحط امبلانت، كان وقتها المتاح للامبلانتس اننا نقيس على الانفيريور الفلر نيرف. مشكلته ان انا لو جيت احط امبلانت هنا في الحته دي او احط امبلانت مكان السكس ده، انت بتبقى شايف الانفيريور الفلر نيرف على انه متخيل ان هو دايره، او الكنال يعني انت متخيل ان هي دايره، بس الانفيريور الفلر كنال في الواقع مش دايره. الصوره دي متاخده من اكلانس دي في دي اوف هيد اند نيك اناتومي. ده الانفيريور الفلر نيرف فعليا اللي موجود ده، لكن هو الكنال بتاعته مش دائريه، الكنال بتاعته اوفويد زي ما حضرتك هتشوف كده هنا معايا في هذه السي تي. في هذه السي تي الانفيريور الفلر كنال زي ما انت شايف عباره عن اوفويد شيب، هو اوفل. امال هو في البانوراما بيبان ايه؟ بيبان دايره ليه؟ لانه الحته الرفيعه اللي فوق دي
والحته الرفيعه اللي تحت دي مش باينين لان هم فيري ثين عشان يبانوا في 2 دي اكس راي. فاللي حاصل ان حضرتك لما بتيجي تصور بانوراما بيبان لك الاكس راي بتبان ان هي دائريه، لكن فعليا زي ما انت شايف هنا كده في البانوراما دي، لو جينا نصور لو جينا نعمل تريس هتلاقي التريسنج ده الانفيريو الفلر كانال، انت شايفهم عباره عن الكانال عباره عن خطين الحمر دول، بس في واقع الامر خلي دايما في دماغك ان هم دول عباره عن اوفويد ان شيب. فده اللي قاله كارل مش لما قال لك خلي بالك في سيفتي زون، في حد امان، لانك لو خدت البانوراما دي ده السيفتي زون. ما تيجي تقيس هنا بون هايت، هو الانفيريو الفلر كانال لو قست، مع ان الماجنيفيكيشن هنا واحد لواحد، لو قست من هنا لهنا انت هتخبط في الانفيريو الفلر كانال لانها فعليا ما هياش المسافه، ما هياش المسافه دي. يعني انا لو جيت قست من هنا من المسافه من الكريست لهنا وطلع 14 مللي، هم فعليا مش ما هماش 14 مللي لحد الانفيريو الفلر كانال عشان احدد البون هايت. فقال لك لازم تاخد سيفتي زون عشان تحافظ على الهايت ده. ايه السيفتي زون؟ حد امان انك لو زودت عنه هتعور الانفيريو الفيرال كانال، يبقى انت كده ما عندكش واحد من الكريتيريا اوف سكسس لانك عملت نمنس للانفيريو الفيرال للعيان، فالعيان ده هيتحول الى انه الامبلنت حصل لها هيلينج ومسكت في العظم، صحيح ايه موبايل وانتستد ما فيش حواليها ريديلوسنسي، ما عندهاش مشكله، انما العيان ده عنده نمنس في شفته، يبقى هي فيلير لان العيان ده عنده نمنس في شفته. فقال يا جماعه خلوا بالكم لما تعمل بانوراما خد سيفتي زون علشان ما تبقاش بتعمل كده. نعمل ايه؟ قال لك والله السيفتي زون دي لازم تكون 2 مللي الى 4 مللي فوق الراديوجرافيك مارجن بتاع الانفيريو الفير كانال. يعني نعمل ايه؟ يعني لما نقيس من هنا لهنا نطلع على الاقل من 2 الى 4 مللي فوقيها. طيب وايه كمان؟ نبعد عن المنتال فورامين على الاقل من زي ما انتم شايفين كده من 2 الى 4 مللي بعيد عنها بالعرض. طيب يبقى دي اول حاجة قالها كارل مش. ابتدوا بقى يقيسوا كمان حاجات تانية، طبعا الكلام ده اختلف كتير جدا بقى بعد ما عندنا كومبيم سي تي سكان تقدر تبعد عنها على طول، تقيس وتبعد عنها 2 مللي. ابتدى يبقى فيه كمان مارجنز نبعد عنها عن طريق انك تقيس من الباكال كورتكس الى الامبلانت سيرفيس. فنيجي نقول لك والله لما تيجي تحدد implant dimensions خد من ال implant من ال crest الليبيال ال margin ال palatal أو ال buccal margin ابعد عنهم 1.8 as minimum. يبقى أنت لما تيجي تحدد عايز تحدد dimensions ابعد عن ال buccal cortex 1.8، ابعد عن ال palatal cortex 1.8 as minimum as 1.8، وبعدين ابعد عن التوس ستراكشر 1.5 و1.5، يبقى ده مينيمم از 1.5، يبقى انا ده برضو سيفتي زون، ده دخل في الكونسبت بتاع اوف ذا سيفتي زون. وبعد كده ابعد عن الامبلانت والامبلانت بحد امان اوف 3 مللي. لو عملت اكتر من كده، لو انت قلت لا انا هجوبردايز هذه الاريا، انا هزود هذه الاريا، هاخد ما بين الامبلانت والسنه هخليه ما بين الامبلانت والسنه هخليه 1 مللي، اللي هيحصل انك لما هتقلل السبيس ده اللي انت سايبه البون هنا او اللي انت سايبه ده البون اللي موجود البلاد سبلاي اللي جواه هيقل، وبالتالي هيحصل لك بون هيحصل نكروزز للبون. فاللي هيحصل بعد شويه ان البون هينكروز جنب الامبلانت اللي انت حاططها، فهيحصل فيلير اوف ذا امبلانت نتيجه البون نكروزز. لو انت سايب هنا بون اقل من ال 1.8 او هنا بون اقل من ال 1.8 هيحصل نفس القصه، البون البلاد سبلاي هنا هيقل جدا فيحصل بون ديهيسنس، البون هينكروز وهيريزور. فلو انت عامل ما بين التو امبلانتس اقل من 3 مللي، البون اللي ما بين التو امبلانتس ده هيريزورب، فهتلاقي البون بيريزورب ما بين الامبلانت وبعضها. طيب الكلام ده مهم بالنسبه لنا في ايه؟ مهم في تحديد الدايمنشنز اوف ذا امبلانت لما تيجي تختار امبلانت في السبيس ده، زي ما هكلمكم بعدين في الامبلانت بلاننج في المحاضرات اللي جايه. يبقى انا عشان احدد امبلانت دايمنشن محتاج اعرف بون ويتس وبون لينس وبون هايت، احددهم ازاي؟ احددهم عن طريق دول.
اعمل ايه؟ اعمل ابقى عارف السيفتي زون بتاعتي. فانا عندي سيفتي زون لازم اسيب باكر اريا اد 1.8، بلاتال بون اد 1.8 ما بين الامبلانت والسنه الونج سايد السنه كلها، يعني كورونال وابيكال يبقى 1.5، ما بين الامبلانت والانفيريور الفلر كانال 2 الى 4 ملي مترز، لو بعمل سي تي يبقى 2 ملي مترز، لو بعمل كون بعمل بانوراما يبقى على الاقل 4، وان كان محدش بيعتمد قوي على البانوراما دلوقتي في تحديد البون هايت. ما بين الامبلانت والامبلانت يبقى عندك 3 مللي. طلع من هنا بقى افكار كتيره جدا. قال لك انا دلوقتي عايز اعوض سنان، فابتدت شركات كتير تقول لك والله الافضل انك لما تيجي تعوض امبلانتس يبقى عندك دايمترز بتاعه امبلانتس تستعملها قد ايه، فيقول لك والله انتيرير تيس يفضل تستعمل امبلانت دايمتر اوف 3.3 الى 3.8 او 3.3 الى 3.8 لو السيفتي زون سمحت. 5 3 و 4 مللي تقريبا امبلانت دايمتر لو هتستعمل بريمولرز كناين، لو هتعوض بريمولرز يبقى حوالي 4 الى 4 ونص، لو هتعمل مولرز ابر يبقى بتستعمل من 5 الى 6 دايمتر امبلانت، لان ده هيديك ايمرجنس بروفايل محترم، هيديك لود ديستريبيوشن محترم. لور انتيريورز تقدر تحط امبلانت 3، لور كناين تقدر تحط امبلانت 4، لور بريمولرز تقدر تحط امبلانت 4 ونص، لور مولرز تقدر تحط امبلانت من 5 الى 6. ده ليه الكلام ده ايديال؟ ايديال تقدر تحطه، لا ما تقدرش تحطه في كل الحالات، انما ده الايديال ان هما ان الشركات ابتدت تحطه لك للتسهيل. بناء على ايه؟ بناء على الرولز اللي احنا قلناها من شويه، اللي احنا قلناها في المحاضرتين اللي فاتوا، اللي هو دي والجزء الاولاني بتاعه اللي هو يديك ذا ايديال سيفتي زون ايمرجنس بروفايل بيولوجيكال ويتس. خلي بالك ان كل دول يعتمدوا على حاجات كتير، منهم الكراون فورم حتى اللي انت هتعمله. طيب دول يؤدوا الى المحاضره الجايه اللي احنا هنتكلم عنها اللي هي بتاعت البلاننج. لما نعمل نتكلم على بلاننج هنقول ان انت محتاج في البلاننج ده تعرف ازاي تختار بقى شكل الامبلانت. انت خلاص فهمت يعني ايه سيفتي زون، يعني عرفت يعني ايه لازم اسيب باكل، يعني ليه لازم اسيب باليتال، يعني ايه لازم اسيب بيني وبين الامبلانت، بيني وبين السنه مسافه قد ايه، بيني وبين الامبلانت والامبلانت، او بيني وبين السنه والسنه. يا رب تكون المسألة واضحة وتكون انتوا فهمتوا. هحاول اعمل لكم كده في المرة اللي جاية مع البلاننج توضيح اكتر لقصة يعني ايه اسيب مسافة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ساعة ما اكلمكم عن بون هايت بون ويتس وبون لينث. اتمنى تكون المسألة سهلة. اشوفكم على خير. باي باي.